وبينضم لنا دلوقتي كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق الطايره سيدات. مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في البدايه عايز ابارك حضرتك على الفوز امبارح في البطوله العربيه، وعايز اعرف برضو من حضرتك الاستعدادات للقاءات القادمه، يمكن في بكره ان شاء الله لقاء لسيدات النادي الاهلي. هي طبعا السنه دي قويه جدا، كل الفرق تقريبا مدعمه نفسيا سواء محترفين او اعراض داخليه من فرق لاخرى، لان كل فرقه طبعا بيسمح لها ان هي تضم اثنين من فرق الفريق بتاعها. طبعا احنا في اول مباراه قويه مع فريق الوداد المغربي، الحمد لله يعني البنات كلهم ادوا اداء عالي جدا، واحنا بنحاول الماتشات كلها نشارك اكبر عدد من اللاعبات لتجهيزهم طبعا لاخر لقاءين مع الزمالك وفريق صفاقس التونسي اللي تقريبا هيبقوا اقوى لقاءين في البطوله ويحسموا البطوله بشكل كبير يعني. طب انا عايز اسال حضرتك برضو عن مين هو اقوى منافس بينافس النادي الاهلي على البطوله دي؟ الحقيقه السنه دي بقى زي ما بقول لك البطوله يعني معظم الفرق عندنا صفاقس التونسي فريق قوي جدا، عنده اثنين محترفين، فريق الزمالك جايب محترفه وفريق قوي، فريق سبورتنج عنده محترف وفريق قوي، فالحقيقه السنه دي معظم المباريات في الملعب بطوله يعني قويه. كابتن حمدي برضو انا عايز اسال حضرتك عن كره الطايره عامه عندنا في مصر بالنسبه للسيدات، اكيد طبعا ومنتخبنا منتخب السيدات، عايز اعرف موقعنا فين افريقيا وعالميا. لا الحقيقه الطايره السيدات في مصر اتطورت جدا في السنين الاخيره، بقت مش قوي على مستوى افريقيا مع كينيا والكاميرون وتونس والجزائر، واعتقد ان الفريق المصري ان شاء الله باذن الله يعني في الاولمبياد الجايه المفروض يبقى موجود لو تم تدعيم الفريق كويس جدا وتم تحضيره كويس للبطوله الافريقيه اللي هي المؤهله للاولمبياد، فاتوقع ان شاء الله الفريق المصري هيكون متواجد بقوه في الفتره الجايه باذن الله. احنا بنعرض دلوقتي على الشاشه لقطات من مباراه النادي الاهلي امبارح اللي فاز فيها 3-0 في المباراه اللي جمعته مع الدفاع المغربي. طبعا بنبارك لحضرتك مره ثانيه، والجمهور كان كتير جدا. هو طبعا من جمهور النادي الاهلي بيأثر فريق كره الطايره السيدات سواء في البطولات العربيه او البطولات الافريقيه، وبيبقى سبب رئيسي في احراز البطولات، واحنا ان شاء الله باذن الله منتظرين دعمهم في المباريات القويه القادمه، وان شاء الله يبقى عامل مؤثر زي كل سنه في احراز البطوله باذن الله. بشكرك جدا استاذ او كابتن حمدي الصافي مدير الفني لفريق الطايره سيدات، بشكرك جدا وبالتوفيق طبعا في اللقاءات القائمه.